ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استشارة طبية. معنا دلوقتي خبيرة التغذية نهال حافظ، حلقة استثنائية، وده لأننا هنشوف ونسمع نماذج حقيقية بتتكلم عن نجاحها وإنجازاتها في تغيير حياتها بالكامل. اللي خس 20 و30 و40 كيلو، واللي كان فاكر أن نزول الوزن بالنظام الغذائي شبه مستحيل وحياته كلها كانت واقفة بسبب وزنه وصحته اللي بتتدهور بسبب مضاعفات السمنة، وفجأة كل ده فعلا اتغير ونزل الوزن وبقى حقيقة شوية شوية، وصلوا لأهدافهم. هنتفرج النهاردة على أشخاص حققوا حلمهم مع شركة اون تارجت فارما وفريقه الطبي باستخدام كورس الاناسيليوم. اهلا بحضرتك خبيره التغذيه نهال حافظ، منورانا. اهلا بيكم، منورين. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اول حاجه عايزين نعرفها، ازاي قدرتي ان انت تغيري حياه ناس يخسوا من 20 ل 40 كيلو بكورس الاناسيليوم؟ هل كنت بتعملي حاجات تانية مع الكورس، نظام غذائي؟ يعني احكي لنا عن البروسيس كلها. تمام. انا دايما بقول ان هو مش فكره كورس لوحده، طبعا هي فكرة ان انا ازاي اغير اسلوب الحياة بتاعي، بدل ما يبقى بالنسبة لي الدايت فترة مؤقتة اللي هو بمشي عليه اسبوع اتنين او شهر او شهرين وبعد كده برجع ازيد اكتر من الاول. هو الاحسن ان احنا نغير اسلوب حياتنا يبقى اسلوب حياة صحي، وعشان كده عملت مبادرة قاطع الابيض. فهو مش فكرة كورس لوحده، هي فكرة نظام غذائي، اسلوب حياة صحي، فكرة كورس بيساعدنا، لأن دايما مريض السمنة بيجي في الأول بيبقى عنده إحباط، ما عندهوش إرادة، مش عارف يبدأ منين، محتاج حاجة تجيب معاه نتيجة في فترة قصيرة عشان يقدر يكمل. فإحنا بالإرادة دي هو كورس الأناسيليوم اللي بيخليه يكمل، إنما بيكون معاه طبعا في نظام غذائي صحي، بيبقى فيه أسلوب حياة صحي. حتى الناس اللي بتحب الرياضة إحنا، أو مثلا مكسلة شوية بس عندها من جوه نفسها، احنا كمان بنساعدهم جدا ان هم يبداوا يلعبوا رياضه حتى لو في البيت. لو ما عندهاش وقت تروح الجيم، بيبقى معانا كوتش اونلاين بيدربها عشان الصحه العامه وتنشيط الدوره الدمويه، وعشان يساعدها اكتر ان هي كمان تبني كتله عضليه بحيث ان الحرق عندها يعلى شويه. فهو فكره كورس الاناسيليوم ممكن بيساعد في الاول، بيخلي يبقى عندك اراده، هو اللي بيديك الباور انك تكملي. وفي نفس الوقت في مبادره قاطع الابيض الموضوع كان صعب شويه، ان انا اقول لحد اقطع نشويات، اقطع سكر ابيض، اقطع ملح، فاحنا خلينا معاه كورس الاناسيليوم عشان يساعدنا في المبادره دي، وعشان كمان يعوضنا عن فقد النشويات او السكر اللي انا هقطعهم فتره. لان في ناس بالنسبه لهم السكر، في ناس كتير جدا تقول لك انا عندي نهم في السكريات، انا ممكن لو ما اكلتش احس نفسي ان انا مهبطه. على فكره هو حقيقي ومكتئبه، ده حقيقي جدا، ان هو في ناس لما بتقطع السكر او بتبقى محتاجه السكر اللي هو لو بطلته بيبقى عندها اعراض انسحاب، الاعراض دي بتبقى صعبه جدا. كل اللي بيقولوه هو مش مبالغ فيه، هو ده حقيقي، لان معظم مرضى السمنه عندهم بيبقوا عرضه ان هم يبقى عندهم مقاومه انسولين، فهم ما بيقدروش يبطلوا السكريات، بالنسبه لهم الموضوع بيكون ادمان. فعشان تبطلوا بيبقى حاجه زي اعراض الانسحاب بتاعه المخدرات تقريبا يعني، او اصعب كمان، اصعب من الهيروين. دكتور، السكريات في صورتها المعروفه الحلويات ولا كمان الكارب؟ الكارب كمان، لان الناس فاهمه ان انا بطلت سكر ابيض فخلاص. ممكن تلاقيهم بياكلوا نشويات، ممكن بيشربوا عصير، يعني عصير الفاكهه زمان، هو طبعا التغذيه العلاجيه بيبقى فيها ابديت، يعني عصير الفاكهه زمان كان لما نشرب عصير برتقان يقول لك ايه كده انا عامل دايت. هو اصلا عصير الفاكهه او البرتقانه مثلا، لو هاكل برتقانه هاكل واحده بالكتير مش هكتر عن كده، انما عشان اشرب عصير برتقان محتاج 3 4 برتقانات. تاخد خلاصه كام واحده فعلا؟ فهو كذا. اصلا عصير البرتقال او اي عصير فاكهه ده احنا بناخده للشخص اللي بقاله فتره ما اكلش، عشان يعني عشان اول ما يشربه يبقى زي يعني يرفع عنده السكر شويه، يعني بيبقى عنده هبوط، لان انت بتستخدمي 3 4 برتقانات، دي كميه، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيها الياف، فانت اصلا الفاكهه فقدت القيمه الغذائيه بتاعتها، بتبقى عباره عن ميه بسكر. فاحنا عندنا يعني مفاهيم كتير اتغيرت بالنسبه للعصاير، بالنسبه لاكل الفاكهه، بالنسبه كمان احنا زمان كنا بنقول ايه المفروض نبدا يومنا نفطر. دلوقتي اصلا بيقول لك احسن نظام عامل نتائج هو نظام الصيام المتقطع، اللي هو المفروض تاكلي مرتين في اليوم، والمفروض كل ما تاخري ميعاد فطارك كل ما الحرق بتاعك او هرمون الجروث هرمون بتاعك شغال كويس. اول ما بتاكلي هرمون او الحرق بتاعك بيقل، وبيعلى عندك هرمون الانسولين. يعني شايفه ان ده احسن السكر. يا دكتور يعني فعلا انت شايفه؟ يعني انا طول عمري فاهمه ان احنا ناكل كل ساعتين
بس اكل هيلثي وصحي وكده، فالحرق يزيد عندنا. لكن فكره ان احنا ناكل مرتين بس في اليوم دي مش عارفه، بتبقى صعب. بصي هو انا مش احسن واوحش، هو انا اقدر اعمل ايه؟ يعني احنا دايما مع في شركه اون تارجت فارما بنخلي العملاء على حسب بيقدروا يعملوا ايه. يعني هل انا بقدر ان انا اكل مرتين في اليوم، ولا انا من مدرسه ان انا عاوز اكل كل ساعتين؟ فاحنا بنشوف العملاء ايه اللي تقدر تمشي عليه، وبنبدا معاهم في رحله الدايت، هو ده الصح وهو ده اللي هيستمر وهو ده اللي هيكمل. انما فكره ان انا اعمل حاجه عشان اخس دلوقتي وبعد كده ترجع عليه لعادتها القديمه، فبتلاقيها اصلا بعد ما بتخس مثلا 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو والناس مبسوطه جدا، تلاقي بقى الموضوع ايه بعد ما بطلت رجعت تاني تاكل زي الاول وخلاص مفيش حاجه جديده. فانا دايما مع مريض السمنه، واسفه انا بقول مرض بس هو فعلا مرض، بشوف ايه اللي تقدر تعمله وتكمل عليه بقيه حياتك. حلو. كلمه بقينا نسمعها كتير برضو هند، مقاومه الانسولين. قبل مقاومه الانسولين، يمكن لما الدكتور بيتكلم عن الصيام المتقطع، هو انا بحس ان كل حاجه ربنا قال لنا عليها، يعني دي حقيقه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الصيام 30 يوم في السنه. ان احنا لو مشينا على الاكل زي ما ربنا قال عليه، ده حقيقي، هنخس وهنبقى صحتنا كويسه كمان ومناعتنا صح. على فكره هو الفكره مش بس ان انا اخس، هو انا لازم اخس بشكل صحي عشان صحتي وعشان مناعتي. يعني انا بقول ناكل اكل هيلثي او صحي مش عشان بس انا اخس بشكل حلو، لا، عشان لو انا اكلت اكل صحي مناعتي هتكون قويه جدا، هتكون صحتي كويسه، فانا بخدم صحتي قبل ما بخدم اصلا شكل جسمي. صحه والصحه النفسيه كمان بتتاثر جدا بنوعيه الاكل. طبعا. يعني انا فعلا بواظب على اكل صحي وفاكهه وخضار وشوفان مش عارفه ايه، بحس ان انا مبسوطه ورش ومودي حلو. هي ماشيه على الدايت مش قوي والله، مش قوي باين اكيد. مقاومه الانسولين دي كلمه ظهرت يعني بقت ترند على السوشيال ميديا. بصي مقاومه الانسولين اصلا سببها ان احنا بناكل طول الوقت او بناكل كتير جدا، وخصوصا النشويات والسكريات. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي باكل، فاول ما باكل بنكرياس بيضخ سكر، فالمفروض الانسولين ده بيروح للخلايا، وبرجع اكل تاني فالبنكرياس بيضخ سكر وبيبدا الانسولين يروح للخلايا. بيجي وقت معين انا اكلت مرتين 3 4 5 6، بيجي البنكرياس يضخ السكر، الخلايا تقول له انا مش محتاجه سكر تاني، صحيح. قفلت. فبيقوم السكر ده متحول في الجسم لخلايا دهنيه. اقول لك زي ايه؟ زي مثلا انا عندي مصنع فيه ميه، فكل يوم الراجل بيجيب لي ميه فباخدها وبحطها في المخزن، باجي برده يجيب لي ميه فباخدها وبحطها في المخزن، وانا مش بستهلك منه حاجه. بيجي في وقت معين يجي يديني ميه، يلاقي المخزن بتاعي مملي، فاقول له انا اسفه مش هقدر اخد تاني. هو نفس البنكرياس لما بيضخ انسولين وبيروح للخلايا، بتيجي وقت الخلايا تقول له يعني شكرا انا مش عاوزه تاني، انا خلاص خدت اكتر من احتياجاتي اللي انا محتاجاها وجسمي مش بيستخدمها او مش بيحرقها. اوكي، خلينا نروح دلوقتي، احنا معانا تقرير لواحده من الحالات اللي حياتهم اتغيرت مع دكتور نهال، نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. انا اسمي داليا حسين، انا كان وزني 98 وبقى 62. انا كان عندي مشاكل صحيه كتير وجربت رجيمات كتير، فمره وانا قاعده بتفرج على التلفزيون لقيت دكتوره نهال حافظ من شركه اون تارجت فارما بتتكلم، بتقول انها هتفتحي الثلاجه وتقفليها تاني، وده صار فضولي ان ازاي افتح الثلاجه واقفلها تاني. قصص حقيقيه وحالات واقعيه وحلم كان صعب تحقيقه، لكن الحمد لله اتحقق، وكان طريق كله مطبات لكن عدى بامان، وكل ده بفضل ربنا وبفضل كورس اون تارجت فارما والنظام الغذائي واسلوب الحياه الصحي، وده من اهم اسباب النجاح في الرحله دي. بس الاهم من ده هي رغبتك في انك تعيش حياه افضل وانك تستمر في حياه كلها صحه ومناعه ووزن مثالي. تواصلت مع الشركه، طبعا انا ما صدقتش في الاول، كنت شاكه في الكلام ده لاني بحب الاكل وبحب المطبخ. فلما تواصلت معاهم وبعتوا لي المنتجات ابتديت اخش المطبخ اعمل اكل، وقبليها اخد بساعه او بنص ساعه اخد المنتجات، لقيت نفسي مش جعانه وشهيتي اللي كانت مفتوحه ابتدت تقل ومشاكلي الصحيه ابتدت تتحسن، وده طبعا ساعدني ان انا اخس الوزن في وقت طبعا قصير مش كبير، وفي نفس الوقت ساعدني ان انا اكسب صحتي. كورس اون تارجت فارما هيشبعك لاكتر فتره ممكنه، وفي نفس الوقت هيخليك تاكل بكميات اقل، وهيخليك تحرق الدهون المختزنه داخل الجسم، فهيخليك توصل للوزن المثالي. مع اون تارجت فارما حياتك احلى، مش محرومه من اي حاجه، وفي نفس الوقت خلى صحتي احسن، ان اعرف اتحرك واشتغل واروح واجي، وبقيت خفيفه ومش حاسه بارهاق ولا تعب. طبعا انا بشكرهم لان فيها فايبرز وفيها الياف، وده فادني جدا ان انا اغير صحتي واغير حياتي.
مع On Target Pharma، حلم الرشاقة ما بقاش مستحيل. لا يعني نتائج بصراحة مبهرة، يعني فعلا تحلي مشاكل ناس كتير ما كانتش عارفة تتحرك واللي عندها أمراض. وقولي لي يا دكتور، كل الناس بتقدر تستخدم عادي كورس الأنسيليوم ولا في بعض الحالات لا ما ينفعش تستخدمه؟ تمام، قبل ما اجاوب على السؤال ده انا عاوز اعقب على داليا. داليا من الحالات اللي كانت 98 كيلو وصلت 62 كيلو في 4 شهور. داليا كمان كان عندها مشاكل اضطرابات هرمونيه وكانت بتاخد ادويه كتير، فكانت من الناس اللي اصلا مش بتصدق اي حاجه بسهوله. كانت من الناس اصلا اللي دخلت الاول، عارفه الناس اللي بتدخل الاول على السوشيال ميديا تهاجم، اللي هو انتوا ازاي بتقولوا كلام ما بيحصلش، انتوا ازاي بتقولوا ان احنا يعني هي ما كانتش مصدقه اي منتجات. انا جربت كتير جدا، وفي نفس الوقت اللي بيبقى عنده لخبطه هرمونات اصلا بيبقى على طول متوتر وعلى طول قلقان وعلى طول عصبي وعلى طول مش واثق في اي حاجه. فالحاله دي دايما بنتعامل معاها نفسيا اكتر قبل ما بتديها او ترشحي لها اي كورس تخسيس. لازم الاول تتعاملي معاها نفسيا، تطمنيها، تهديها، تسمعيها جدا. الاول تديها الامان عشان تبداي بعد كده تسمع كلامك في اي حاجه. بعد كده طبعا الكورس والمتابعه اللي بتبقى من الفريق الطبي بيساعد السبورت. دايما التخسيس اونلاين نجح في الفتره الاخيره لان مريض السمنه قبل ما ياخد ورقه دايت او قبل ما ياخد كورس تخسيس هو محتاج دعم نفسي. هو حاسس ان هو مش زي بقيه الناس، ما بيلبسش زيهم، ما بيتصورش زيهم، تقيل في الحركه، كسلان، مش قادر ياخد نفسه، مش قادر يلعب مع الاطفال، بيبقى فيه شويه تنمر كمان سواء في الشغل او في المدرسه. فهو بيبقى محتاج دعم نفسي قبل ما نرشح له كورس او قبل ورقه قبل الرجيم اللي هو هيمشي عليه او قبل رحله الدايت. فدايما المتابعه اونلاين بتبقى اسبوعيه، بتطمني على البيشنت او الكلاينت، بتقولها تاكل ايه وما تاكلش ايه والمواعيد، وساعات بتبقى اكتر من مره او مرتين كمان في الاسبوع. فانك تخسي وانت قاعده في البيت او حد بيطمن عليكي من كل وقت للتاني وحد بيسمعك، ده لوحده اصلا بيديها دعم نفسي ان انا اكمل. لما تكون هي مثلا رايحه فرح او رايحه مناسبه وخايفه ان هي مثلا تبوظ او تكلمك او تكلم فبتكلم الفريق الطبي، فده بيديها عارفه، بيحسسها ان هي مهمه، ان هي في دعم نفسي، في حد معاها. هو ده اصلا سبب النجاح يمكن في فكره التخسيس اونلاين. ممكن يبقى نفس المنتجات موجودة برة لكن هو مش نفس المتابعة بتبقى موجودة أو الاهتمام. هو ده اللي بيخلي البيشنت إن بيحسوا إن في حد بيساعدهم وبيمسك إيديهم وإن هو نفسه يساعدهم أو يحقق التارجت أو الهدف بتاعهم. هو ده اللي بيخلي التخسيس أونلاين بقى ناجح في الفترات الأخيرة. وفعلا الناس بتنبهر إن 8 و10 و12 كيلو في الشهر و15 دي أرقام مهولة، بس هو النفسية البيشنت أو المريض اللي أنت عندك. كل مرضى السمنة هتلاقي عندهم حالة يأس، هو وصل لوزن كبير قوي، مش عايز يخس، مش عايز يعمل مجهود، مش عايز يعمل حاجة، حاسس إن الرحلة طويلة قوي، فبيفضل زي ما هو، بيفضل مكانه زي ما هو، مش عايز ياخد أي خطوات. فدي فعلا حاجة مهمة قوي. لو حد عايز يتواصل معاكم ايه الطرق اللي ممكن يتواصل بيها؟ من خلال صفحة On Target Pharma او من خلال صفحة نهال حافظ على الفيسبوك، من خلال On Target Pharma على الانستجرام او نهال حافظ على الانستجرام، او ممكن من خلال كمان الارقام اللي بتظهر على الشاشة او من خلال واتساب. يعني احنا عاملين كل وسائل التواصل. المهم ان احنا عاوزين نخس، عاوزين ندخل 2023 بشكل جديد وبهدف جديد وبتارجت جديد وبجسم جديد وبصحة كويسة. مظبوط. حابة كمان بقى جاوب على السؤال، كورس الأنسوليم ينفع مع مين وما ينفعش مع مين؟ بصي، هو احنا عندنا أنواع كتير من الكورسات. طبعا ما فيش منتج ينفع لكل الحالات أكيد. أو ما فيش كورس ينفع لكل الحالات. فكورس الأنسوليم العادي ده بينفع الأطفال، اللي هو فيه الألياف الفايبرز بتنفع الأطفال، بينفع الناس الأمراض المزمنة اللي هو الضغط والقلب والسكر، بينفع كمان الناس اللي اول مره تجرب كورس تخسيس بياخد الياف الانسيليوم. الالياف دي بتبقى عباره عن ماده السيليوم هاسك او قشور السيليوم، دي بتنزل في المعده وبتعمل بالك او بالبلدي كده بتنفش، فبتخليهم ياكلوا بكميات اقل. ده كورس الانسيليوم العادي اللي هو بيبقى الياف معاه اعشاب المورينجا، بيبقى معاه سكر دايت، كله سيسل. حاجات طبيعيه، كل حاجات طبيعيه. طب انا عندي كورس تاني للناس مثلا اللي بتبقى جربت أنظمة دايت كتير، استخدمت منتجات تخسيس كتير، نزلت بطريقة غلط، نزلت كيلوهات كتير جدا، ففقدت كتلة عضلية، فالحرق بتاعها ما بقاش زي الأول. كتير جدا بنسمع الناس تقولك إيه، أنا كنت بنزل في الأول كتير قوي وبعد كده رجعت أو سبت وبعد كده نزلت كويس وبعد فترة رجعت في الوزن تاني، بس مش عارفة أنزل، الحرق بقى ضعيف.
طب يعني بتبدأي بقى تبحثي، الحرق ضعيف مثلا، عندك نقص في فيتامين د، عندك مشاكل في الغدة الدرقية، بتلاقي ان هي ما عندهاش اي مشاكل تعرقل الحرق، الا ان هي كانت نزلت كتير جدا، كان عندها سوء تغذية او نزلت غلط، فطبيعي اثرت ان الكتلة العضلية نزلت عضلات فبقى الحرق بتاعها اقل طبعا. ففي الحالات دي احنا بنستخدم كورس الأناسيليوم المكثف، بيبقى عبارة عن كبسولات أناسيليوم وألياف أناسيليوم. النوع ده بيبقى محتاج جرعة مكثفة عشان الحرق عنده ضعيف، عشان جرب حاجات كتير، عشان جسمه أصلا مر بحاجات كتير جدا، فبقى عنده أصلا في التكنيكال في الجسم بتاعه بقى عنده مشاكل أكتر من الشخص اللي هو الطبيعي اللي ما استخدمش حاجة قبل كده وما جربش حاجة، فبيبقى محتاج جرعة أقوى أو كورس مكثف. ممكن لو حد بقى عنده نقص في فيتامين د، حد عنده مشاكل في الغدة الدرقية، برضه بيستخدم الكورس المكثف. بس مش معنى ان انا هستخدم الكورس المكثف ان انا استخدمه محلش المشكله الاساسيه. بالزبط. يعني انا حد عنده مثلا نقص فيتامين د، لازم اعرف النسبه الاول واحدد له هياخد جرعه فيتامين د انهي جرعه، ومع الجرعه اللي هياخدها بتاعه نقص فيتامين د بياخد الكورس الأناسيليوم مع النظام الغذائي. عندي حد عنده مثلا مشاكل في الغده الدرقيه، فاكيد بيتابع مع الدكتور بتاعه، لازم اعرف بياخد جرعه الالتروكسين كام. حد مثلا عنده ممكن يبقى عنده انيميا، فلازم اعرف النسبه كام، وبياخد انهي نوع حديد، او بياخد كبسولات، او بياخد باودر، او بياخد ايه، بحيث ان انا مع ان انا اديله العلاج الاساسي بياخد معاه كورس الأناسيليوم مع النظام الغذائي. لكن الكورس مش هيعالج مشاكل، لو انا عندي مثلا مشاكل فيتامين د، ولا مشاكل انيميا حديد، ولا مشاكل في الغده الدرقيه، او عندي مثلا تكيسات مبيض، فدي بيبقى ليها ادويه معينه مع كورس الأناسيليوم ومع النظام الغذائي. اهم حاجه ان الكورس الأناسيليوم مش بيتعارض مع الادويه اللي هم بياخدوها، ده بقى بيكون بالتنسيق من خلالكم بيحصل تحاليل. يعني انا بالنسبه لي كانت معلومه جديده جدا ان نقص فيتامين دي بيقلل الحرق. لا، ده هو بيخليه مش يقلله، هو بيخليه مفيش حرق اصلا. عشان كده الناس كتير جدا بتكون ماشيه على النظام الغذائي وتقول لك انا وزني ثابت، وزنها ثابت ما بينزلش اصلا من الاول، مش كان بينزل. يعني في الاول ممكن الجسم ينزل 2 و3 و4 و6 الجسم و8. برضو بيفقد في الاول ميه، برضو بيفقد ميه سوائل. ده حقيقي. فبيفتكر انه وزن، يعني بيفتكر انه وزن، هو بيبقى ميه زياده. عشان كده احنا ساعات بنطلب من الناس اللي متوفر عندها ان هي تعمل ان بودي، بحيث ان احنا نعرف نسبه الميه والعضلات والدهون، عشان نقدر نحدد كمان انت بتنزلي من ايه. ده الاصح. لكن لو ما عندهوش ان بودي بنخليه يقيس بالمزور، عشان احنا بيهمنا اكتر ان هو ينزل المقاسات اكتر من الميزان، لان نزول الدهون طبعا اصح بكتير من ان انا انزل على الميزان. صح، بالظبط كده. التواصل ان شاء الله يبقى معاكي ازاي يا دكتور على السوشيال ميديا؟ من خلال صفحه اون تارجت فارما، او صفحه نيال حافظ على الفيسبوك، او من خلال انستجرام اون تارجت فارما، او انستجرام نيهال حافظ، او من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه. احنا استفدنا جدا جدا من الفقره معاك النهارده يا دكتور، وان شاء الله تبقي مشرفانا دايما على طول، والناس تستفيد، ونطلع ان شاء الله زي ما بتقولي كده 2023 كلنا خاسين وبصحه كويسه ان شاء الله، ونحقق حاجه كويسه. بشكرك جدا دكتوره نيهال حافظ. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا حلقات تانية كتير. باي باي.